هذا يا طويل العمر ابو قايس حورنا زين، وهي قاطه تحت السياره بس كني ما بمشتهي ما ادري من تسحر عنده. تعال تعال يا اخي، ما ادري وانا اهد لك، تعال اكل. والله اصلا ما ادري اذا تحت السياره ولا ثواني من بعيد. تعال ماو تعال. مساكين الجباعه وال مساكين. شوف شوف العظيمات والدنيا. تعال جيت لكم الفلاش عشان تتأكدون. ثلاثة والله لحليلهم، واحد جني بعمره 3 أسابيع، الثاني الثالث جني بهم على 6 أسابيع. الفلاش لا يتأذون. عندي خايفين مني ما اشدين امهم. تعالوا تعال تعال ماو. واحد لابد تحت الفرن والثاني ها كنيبة. ايه تعال مستحيل. تعال ها زبطنا لكم الموضوع. يلا تعال. نزبط هنا. تعال انتو يا تعبت عن وجهكم. تعال خايفين. انا بقعد بعيد اشوف. شوف بس رحت راحة يا قلب، والله يكسرون الخواطر قسم بالله. فديتكم والله يا عمري. عاد لا تجرها وياك تنثر الأم الدنيا بالشارع نفتحها لك. شوف ذا جوي بس للحين ما متشجع. انكم واقع صواقر ربي عصواقر قسم بالله. ذا انا شايفه اليوم بس ما رضى يجيني ينحوش مني الهوهو. من طالع شكور امه عتوي. يلا زين راحوا يوها. شوفوا هو كاكلون وقاعد احكيهم حبايبي. شفتوها هواكم والله العظيم قسما بالله لا تسوون هالشكل يوم عاجل والله قسما بالله. يمكن هواكم عصوقه واتوقع ذلك يمكن اربع خمسة ايام يمكن سنين ما كالها بس هم خارشين من البواقع. لا تقلبونها هواش على جاي بذلك يعني هو مكفيك وما راح اجيب زيادة يا اخي. بس انتوا شلون مساكين. شوف ذا
إذا قاعد يقرف يقرف يعني صار دسمه ما عليه يستهلون سكين على أرهن وجهية في الحارة على الأقل جيت يجوني ما شاء الله أنا حببني في القطاوة الكثر والله دايم ما مساكين بالعتو الذوق اللي هنا وش فيه ما بجاي وقت شو ليلة ثانية ذي بس قلنا ظلمة ما يبين نفس القطاع نفسهم بس انه شني بناقصهم كم من واحد صبيت لهم ماي هالمرة وزبطتهم ايه بس لا الحين يخافون مني وش سالفتهم بقعد لهم كل ليلة ابد يزيد عندنا انثور بطلع بفرش لهم ان شاء الله عطلنا وجه ان شاء الله احنا صحيح لله مسوين هالحاجي بس عاد تقدروا عطلنا وجه ترى ما مثل غيرنا احنا بنطقكم عن خيركم والله ذاك اليوم مسكين واحد نفس الشارع ابد مقصوص ذنبه قسم بالله كسر خطري انك قطع قلبي بعد